أندريه صباح الخير. صباح النور نسرين، أهلا وسهلا. أهلا فيكي. ولا أنا يا نسرين بعمل دايت برجع بردن شهرين زمان. أنت بترجع بعد قد عم قضيها هيك؟ وهلا إذا بحكي شو كنت عامل إذا بحكي هلا قطعت الأمل، هلا ما بقى بعمل دايت. إيه عم تصابر هلا ليك، يعني نحن اللبنانية الله يساعدنا بهالأيام الصعبة منفش خلقنا بلكي بالأكل بمحلات معينة. إنه قاعدين بالبيت، قاعدين بالبيت بدك تتسلي بالأكل، خصوصا يعني بالويك أند أندري في صعوبة واحد يسيطر على القطايب. سأليني لالي. أندري يعني اخترت اليوم أنك تكون معي هيك ضيف لأنه أنت يعني صحافي نائد وكلمتك كلمة بالمجال. من أين نبدأ؟ يعني إذا منبدأ أول شيء بحادث السير اللي صار مع الفنان وائل كفوري. نعم، يعني وائل كفوري كتر خير الله هو بخير حاليا، ظهر صار بالبيت، صار في كتير تضارب إذا بدك معلومات عن الأسباب. هي الأرجح السرعة، يعني ما كان في جورة، ما نزل بجورة، خبط بالحائط الإسمنت على الأوتوستراد، وهو كان السبب الأساسي بحسب ما يقال، بحسب المعلومات هي السرعة. نعم، بس كتر خير الله، نشكر الله هو بخير، حبيبته اللي كانت معه بخير، قاعد بالمستشفى لوقت. انت بتعرفي نسرين، مش كل المعلومات بتنقال. هلا يقال انه كان هو في ردود وبس كانوا قاعدين تيراقبوه. نعم، بس أندري كمان ما بدنا ننسى انه الطريق مش مضوية، يعني انه بيتونات ما نشوفهم كمان، اتليست ينحط عليهم هول الفليول الوان لينشافوا. يعني لو كان سريع بدي صور لك حد بيتنا بالنهار كيف البلدية بتبقى مضوية او بتعتم بالليل. نعم، يعني للأسف. يعني خلينا نقول كمان انه وائل كفوري اليوم منيح، ولكن انا كمان عندي مصادر شوي خاصه. يعني فينا نقول بكل معنى الكلمه انه عجيبه خلصت وائل كفوري، لانه طار برات السياره، وللاسف ما كان حاطط السيت بيلت. ان شاء الله من اليوم ورايح يعني تكون هيدي درس له انه السنتور منه مسحه، طار من السياره، كان يعني اذا مش من الحادث من من صحيح. من طيرته من السياره. ولكن اللي بدي اقوله انه عجيبه خلصته فعلا، يعني ما حدا فعلا نسيني. يمكن يجوز تكون في سياره جايه، كان سمح الله ضربته، اجى على سياره، اجى على الشغله. نشكر الله انه القدره الالهيه هي اللي خلصته بالضبط، وهو بالبيت ووضعه تمام التمام. يعني عم نحاول نتواصل بقدر الامكان مع القراب له، عم بيطمنونا عنه انه بخير. لا شك هلا هو بحاجه لوقت، لانه قطع بمرحله صعبه، يعني النقزه والخوف واللي عرفته انه الارباج يلي طار فيه هو اللي كمان موجع له جسمه زياده، لانه اربع ارباكس فتحوا على قوه الحادث. بس بدي اقول لك بمحل قبل ما ننقل على غير موضوع، انه الصحافه عشو ركزت وحبيبته على صاحبته. انه شو ليش ما بده يحب، انه ليه وين العيب يعني؟ انه ما فهمت، انه كشفوا البارود وكتبوا اسمه، انه مرروا اسمه بالحدث، عرفتي؟ لا، وصاروا مثلا يمرقوا بيكونوا الخبر عنه، بصيروا انه وحبيبته وصديقته. بخلص فهمنا انه عادي ممكن يكون معه بالعنوان، لا تجذبي القراء بالحبيب ماذا حدث لحبيبته وائل كفوري، عرفتي؟ نعم للاسف. يعني للاسف، عن جد للاسف، كثير مغيرة الصحافة الفنية، كثير مغيرة. بس بدها حلقة لحالها. ايه طبعا، يعني انا وانت بلكي شوي من الناس يلي شهدوا الصحافة المزبوطة، انا بنت النهار وانت كمان يعني من اقدم الصحفيين الشاطرين، كان لها غير طعم وغير نكهة، وكان غير هدف وغير اسلوب، الاسلوب حتى تغير. هلا شو العناوين؟ فستان عياري، شو لون الفستان؟ مش شو غنت وشو عمت وصوتها كان منيح، نشز ما نشز، لا علوك. وهيدا أندري اللي عم بيصير بمهرجان الجونة السينمائي، يعني مهرجان الجونة السينمائي بمصر يلي هو مهرجان صحيح صار له 5 سنين بس، ولكن صار عريق وبجيب أسماء. يعني ما بصدق كمية السخافة والتعليق بس على الفساتين، هيدا اللوك حلو وهيدا الفستان بشع وهي شو لابسة، لوك استحليت يكونوا عم بيحكوا على شي فيلم عم بينعرض. شرفك، هذا كنت بدي اسألك اياه، عرفتي شي فيلم؟ ولا شي. قريتي شي عن ندوات اللي انعملت؟ ولا شي. حدا كتب عن تفاصيل ندوة ما؟ أبداً. بتضل
بتضل إلهام شاهين، ليلى علوي، هلا صدقي، مخرجين نجوم منتجين كبار، نعرف شي حدا شي صار بندوة، نعرف شو المواضيع اللي تم مناقشتها بالندوه. للاسف ابدا ابدا يعني هيدي فستانه مظلط، وهي فستانه مفتوح، وهي فستانه عاري، وهي علت اجره، وهيدي رقصت، وهيدي يعني انا بدي اقول لك الفساتين كانوا كارثه. كيف في مشكله بالذوق العام يعني هلا هيدا على الهامش. راحت الكونكشن عند على امل يرجع اندري. اذا كنا عم نحكي عن مهرجان الجونة، والتركيز كان على التياب وعلى يعني كان كل يوم انه هيدا لوك يسرى مثلا باليوم الاول، هيدا لوك يسرى باليوم الثاني، باليوم الثالث، باليوم الرابع. استحلينا يكون في حكي عن فيلم، وهيدا مهرجان سينمائي عربي وعالمي وموجود بالمهرجان، يعني كميات افلام كثير كثير مهمه. مثلا في فيلم موجود اسمه الريش، فيلم مصري اخذ جوائز بكان، في كثير قصص بتستحق انه كان الاعلام بمحل ما يضوي عليها ويشتغل يعني اعلام حقيقي نبرز السينما العربيه والمصريه. كان في افلام من مختلف الدول العربيه ما انحكى عليها ولا تضوى عليها، يعني كان في اعلام مخيف، بلكي كل وسائل الاعلام العربيه من لبنان ومصر والامارات وكل الدول موجودين، ولكن الاكثريه كان هيك بس لنطلع سكوبات وقصص على الريد كاربت بتعمل ضجه وبتعمل طبعا خفقه، بس يعني مش هيدا هدف مهرجان الجونه السينمائي ابدا. هو هدفه كان انه ينحكى شويه سينما. رح شوف هلا اندري اذا بعده ما رجع معنا اندري، هلا بشوف اذا بعد البريك بيقدر يكون معنا لنتابع شويه اخبار فنيه.